متابعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. هذه أسابيع مجلس مدينة الدار البيضاء تناقش برنامج العمل ديالو، عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل يعني الحسم في هذه النقطة تاع برنامج العمل اللي هي مثيرة للجدل، علما أن يعني كان مفروض على مجلس مدينة الدار البيضاء يصادق على برنامج العمل ديالو في السنة الأولى من الانتخاب ديالو. أيضا وكان نقطة واحدة أخرى هي أن الجمعيات مازال مجلس مدينة الدار البيضاء يعقد مجموعة من الاجتماعات حول يعني طي هذا الملف تاع الجمعيات اللي هو مثير للجدل. من اجل مناقشه هذه القضايا دي نستضيف السي حسن القفيش، عضو مجلس مدينه الدار البيضاء. السي حسن مرحبا بك. سيدي احمد بارك الله فيك. السي حسن، مجلس العام مجلس مدينه الدار البيضاء عفوا هذه اسابيع وتناقش برنامج العمل، يعني واش توجدوا لنا شي صاروخ تلقوا الفضاء ولا شنو؟ يعني هذه اسابيع وبرنامج عمل، علما ان هذا البرنامج كان يخرج في الولايه في السنه الاولى من الولايه الجمعيه. اولا بالنسبه للناحيه القانونيه تيقول لك على 3 شهور خصنا نكونوا موجودين البرنامج. وقبل ما شي قلتها في واحد الحلقه قبل ما هذه، الاحزاب الثلاث تسير مدينه الدار البيضاء هي كان مفروض عليها تكون عندها برنامج عمل ديالها، وعلى الاقل جيت تبقوا نقص ولا تزيد فيه. ما يمكنش تجي حتى اخر لحظه حنا تناقشوا، حنا من اصل دابا تقريبا واحد 131 منتخب اللي كاين، شحال تجينا تجيو تقريبا حنا واحد 20 18 16، ما يمكنش نناقشوا وتموا واش حنا فينا، حنا كنا خبراء تنفهموا في المشروع ديال الدار، ما يمكنش. يعني حتى الحضور تاع المنتخبين في هذه اللقاءات ولا في هذه الاجتماعات ما تيكونش يعني المستوى اللي هو رافع، تيكون عندك عدد قليل جدا. تيكون خلينا او كان ما يمكنش يوميا، اول عام لكن يومي يكون عندك اللقاء. الناس عرفت دابا الدار البيضاء الازدحام اللي فيها باش تجي تهبط. انا بالنسبه لي نجيب مسيك كل واحد يقرب معين السبع ولا البرنوسي سيب باش يوصل مدينه الدار البيضاء في واحد الوقت محدد. انا عارف دابا وملي تجي تعرف هذاك الاجتماع ديالنا حتى شي كلشي ثقيل، وخاصه ملي دخل الرباط المبارك راه كلشي ثقيل، والناس كاين تشتغل عندها شغالها، راه ما كاينش واحد يخلي شحال يقضي يقيم منك الاثنين ثلاثة أربعة الخميس. الجمعة الارتجمة كدير شحال تقريبا من الشيء ما درتم لحد الساعة؟ تقريبا تكون واحد 11 لقاء دابا اللي كاين تقريبا. وهاد الاجتماعات واش تكون تتناقشوا فيها يعني البرنامج العمل كيفاش تتم النقاش داخل هاد الاجتماعات؟ هو دايرين كاين مكتب ديال الدراسات هو اللي كاين معنا، وكاين معنا المشرف تقريبا هو السي او الطاس هو المشرف على اسميتو البرنامج. البرنامج وكل النائب المفوض له تيكون يحضر يحاول تقريبا ربما يجاوب ويناقش معك لا 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 المسائل اللي تهمه اللي عنده علاقه بالتسيير. يعني النائب مكلف مثلا بالبنيه التحتيه والاشغال تيناقش مثلا تعاود يتكلم حتى هو تيستافد معاه ما يقدرش يعطيك، ولكن على الاقل تياخذ واحد المجموعه ديال المعلومات وتيشجر يمكن شي حوايج اللي فهم احسن منك تجاوبك عليها. البعض تيقول بان بما ان مكتب الدراسات هو اللي تكلف باعداد هذا البرنامج العمل هذا غير مضيع للوقت هذه الاجتماعات. وكما كان الحل عطى الله عطى مكتب الدراسات راه دار واحد البرنامج راه حطوا راه تشوف فيه داك الشيء اللي قدامنا احنا اللي قدامنا هو هذاك. وفي تقريبا شنقول لك راه جا واحد 700 ما كاينش غادي تناقشوا كامل. واش حتى عندك بدا كاين خاطر كنت متخاطب تقاتب كل عندك حزب قوي وعلى الاقل جيت تناقشوا مع المناضلين الاحزاب كلها سد المقرات ديالها. ما كان الاحزاب موجوده على الاقل تجي الحزب عنده خبراء كل ميدان في كل حاجه. مثلا تكلموا على البنيه التحتيه راه كاين تما غادي نجيب واحد، ولكن نقول لك ماشي علينا على اي حزب، ولكن هادشي ما كاينش. تيجي هذاك المنتخب على حسب على حساب الفهمه ديالو على حساب قرايته على حساب تجربته مثلا. تيجي يحاول تيمشي في واحد الميدان، ما يمكنش يمشي في التعليم ويمشي هنا ويمشي هنا، غادي يعطيك واحد البلاصه. مثلا كنا حنا في واحد اللقاء يعني المفروض ان الاحزاب يكون عندها واحد الرؤيه لهذا البرنامج قبل منها وتجربه سهله بالنسبه للمنتخبين. تيجي هذاك المنتخب على قمه تشبع، انا واحد من واش متشبع ما متشبعش. حنا عشنا هذا الشيء مع سجد ما كانش تناقش بهذه الطريقه، ولكن على الاقل دابا راه تنظن راه تيتناقش بواحد الطريقه واخا تنضيعوا في هذا الوقت بزاف. ما عرفتش السبب شنو هو، واش عندها شي هدف ولا شي حاجه، حنا ما عرفناش شنو كاين. وتقول لك بان برنامج عمل ما يمكنش يتم الصدق عليه من خلال بدون يعني مشاورات حول هذا البرنامج عمل. تنقول لك اعطيني شنو القيمه المضافه غادي نزيدوا. تنقول لك واش تنفهم في واحد الحاجه ما يمكنش ليا. انا مثلا كنكون دار واحد اللقاء واحد 3 سوايع 4 سوايع ولا اكثر، نقدر ندخل حتى في وحده ما تنقدرش نعطي فيه، لان هذا برنامج ماشي سهل. وتما كاع ملي تنعرف واش غادي ملي ندخل في هذا البرنامج واش غادي تقبل في هذا الملاحظات ديالك غاتقبل ولا كذلك، ولا على الاقل هذاك البرنامج. وكما عندكم شي ضمانات بان الملاحظات اللي زيد تقولوا الاقتراحات اللي زيد تقال انها تكون متضمنه داخل البرنامج العمل. صعيب تكون ما تكونش. نعطيك مثال، بحال عندنا بحال الوكاله الحضاريه تجي تقول لك حنا عندنا واحد غناقشوا مشكل ديال بنمسك مثلا بالنسبه لشنو غيدير بنمسك، تناقشت عيا وفي الاخر هي دايره جايه ديال البرنامج ديالها. تقدر تقول لي انا راه ضد الفكره، تقول لك ما كاينش كنت تضرب فيه شغل كذاك، ولكن هي في الاخر تطبق اللي كاين. هذا هو السؤال المطروح، واش هذا البرنامج اللي صوب هذا المكتب هو في الحقيقه غير البرنامج قبل؟ حنا شنو عندنا؟ تنحطوه وهذاك مكتب الدراسه على الاقل تيخدم عليه خصو يخدم عليه، ويكون فيه كاين الخلل.
انا ماجي مثلا تنقول لي غندير مشروع غنطلع مثلا 100 مليار فين هي 100 مليار هضرت على الفلوس يقولك بعد البعض تيقولك بان البرنامج عامل خصو يكون يوازي الامكانيات الماديه تاع جماعه الدار ما عندناش كل مجلس زباله حيده تيوجد داك البرنامج باش يغطي به 6 سنين ديالو باش ينفد شي حاجه ما كاينش الفلوس باش ما كاينش الفلوس احنا دابا تنتسلفوا دابا الان حنا نتسلفوا على ذكر الفلوس باش نتكلم دابا من العرب قلنا ناقشوا حنا هذا البرنامج ماشي على الضوء على مستوى المدن الكبار المغربيه ما خصهاش تبقى جماعه بعد خصها تكون جماعه مقاوليه على الاقل حنا داك الزفت اللي كانت يدار اللي تنديروا علاش نجيبوا شركه حنا نديروه شان نخلقوا شركه كاع بعد حنا الشركه ديال التنميه الضريبيه هذيك الشركه هي دير الزفت هي دير نيجر دير كل شيء انا كان جرات في البلديه عاديه ما يمكنش تدخل شي بلديه ما تلقاش فيها ما تلقاش فيها مثلا الباك ديال النجاره وما تلقاش فيها حد ما تلقاش فيها سدور علاش غنمشي نجيب انا الفرن ويدير لي كلشي مثلا الحاجه ديال الدرهم غتولي تولي لي ب 50 درهم النهار وصل لهاد الدرجه غنقول له بحال برا تعود جماعه الدار البيضاء بلد الدار البيضاء تعود هي تسلف لبعض الجماعات احنا غرقنا سميتو الصندوق التسجيل الجماعي غرقنا فيه صافي وقعدنا ما ندير مشينا حتى البنك الدولي مشى لا بنك الدولي حنا مشينا دابا راه واحد ثلاثه ديال الابلاغ دابا حنا صندا ها غلاف مالي اخرى والثاني جا واش نبقاو حنا بحال داك الرجل واش نقول لك واش نقول لك رجل التعليم ولا اي واحد بحال عبد ربي مثلا عندي واحد المنطقه تدخل عليا من رشه من العمل ديال من الوظيفه ديالي ولكن الامكانيه ديالك اش ندير دابا تنمشي نخلص الكرا ونخلص مول الحانوت ونخلص السي ونخلص داكشي راه خير وتنبقى نتسنى انا راه الشهر لا سي خص الدار البيضاء ما نبقاش نتسنى مثلا تبحث على الموارد الماليه جديده نقول لك خصها تكون شركه شركه نهار نديروا شركه ديال مقاولات الدار البيضاء ما نبقاش كبلديه تنتج تنتج ملي تقول لي غندير الزيت غيطلع لي كرمة ديال الزيت مثلا بمليار سنتيم غيطلع لي ب 500 مليون انا غندير جوج كرمات مثلا هذا مشكل هضرت على شركه التنميه المحليه عاوتاني كاين واحد الراي اخر تيقول كاتشي تاع البرنامج العمل لا معنى له لان شركه التنميه المحليه الاهليه اللي تدبر شؤون تاع الدار البيضاء والمشاريع تاع الدار هي بالحقيقه ان شركه خاصها شركه التنميه المحليه تعطينا البرنامج ديالها ثلاث شهور ما حتى واحد ثلاث شهور ما حتى واحد ملي كانت البلديه ايه نتفق معك نقدر غدا وغدا نجي عند داك السيد اللي كان مكلف نقول له الله يخليك اتفقنا كنا على هذه دابا الشركه ما تدوش معك ما تدوش معك تيجي معك نهار الدوره وما يمكنش كلشي غيتكلم مع داك المدير تقول له الله يخليك وعاد واحد البرنامج يقدر يجي تيبرك مع الرئيس ولا مع النواب ديال الرئيس ولكن اذا كان منتخب لان عندي مثلا عندي مشكل في شي قنت انا وعدت الناس نقول لهم غندير لك قنطره في شي قنت قنطره وتبرمجات وكاينه وما دارش اش تسمى كذاب انا سياسي ماشي في الصريح اشكال اخر مطروح دابا حاليا في الدار البيضاء قضيه تاع الجمعيات فين وصل هذا الملف تاع الجمعيات واش لقيتوا شي حل عاوتاني تاو تديروا عليه اجتماعات وتديروا عليه لقاءات هذا كاين خلل هذا كاين مشكل احنا ما في لحد الساعه كاين مشكل باش نكونوا واقعيين كاين مشكل بين السيده الرئيسه والمكتب ديالها شي حاجه ما فاهميناش السيده دائما اللي مكلف بالثقافيه والرياضيات يقول لك انا عندي مشكل مع الموظفين انا تنتفق هنا وتتولي هنا الموظفين تيقول لك حنا لا تنديروا خدمه نتعامل مع داك السيد بالنسبه للشؤون الاجتماعيه نفس العمليه لان المشكل اللي وقع هو هذاك المعيار اللي جابوا اللي فرضوه علينا في الحقيقه تفرض هو اللي خلق مشكل حنا قلنا لمده المعيار شنو المعيار؟ المعيار مثلا تيقول لك موظف اللي هو موظف عنده جمعيه ما يستافدش منتخب اللي عنده ما يستافدش كان خوه ولا اخته ولا شي واحد ما يستافدش والعائليه مثلا دابا انا ما منتخب مغلوغا مواطن عادي درت جمعيه معايا مرتي وولدي ولا اختي ولا سميتو لا ما يمكنش لي يستافد هذا معيار غير قانوني هما تفرض علينا وقلنا المدي عطيو لهاد الناس الجمعيات يستافدوا ماشي اشكال ولكن العلم ماجي علقوا واحد الطابلو تما اللي جات تقول لي داك الموظف سيدي لا هادشي ما محطوطش هنا من حق الجمعيات الان يمشيو يرفعوا دعوى بجامعة الدار البيضاء يربحوها لان حطيت الملف ديالك وقبلتي مني وجيت انا خلاص تقول لي علاش تفرض عليا ما عندكش الحق يمشي محكمة ديالي يربحوهم هذا مشكل اخر الجمعيات دابا كلشي يتسنى شي المنتخب يقول لك منتخب هو اللي عنده با ولكن تيبان واحد النقاش محتدم ونقاش يعني عصبة يوصل لواحد الدرجة تاع العصبية في هذا الملف تاع الجمعيات البعض تيقول لك بان الاحزاب تدافع على شي تاع الجمعيات لان حاجتها في نفسية عقوب لا ما تقول نقاش ما كاينش شي حزب اللي ما عندوش جمعية تدافع عليهم كل واقعي انا عبد ربي دابا انا عندي جمعية تدافع عليها ما نكذب انا تاني عندي جمعية تخدم بها تجيني مثلا كاين اللي تجي الانتخابات تيعاونوك ويدخلوا معاك في الايه كاين اللي ما تيعاونوكش ما تيعقلوش عليك تيجي يبقى معاك انايا حق الانتخابات تيقول لك اخويا طيب شي مع جهه اخرى واللي هذا الاحزاب تيبقاو يتعاملوا معاهم بديك الطريقه تيقول لك على الاقل نتعاون معاه راه على الاقل الا ما عاوني غادي ما يضرنيش هذا مشكل مشكل مطروح شكرا سي حسن شكرا على قبول الدعوه رمضان المبارك سي حسن الاشاره ونتمنوا للدار البيضاء مزيد من ازدهار ومستقبل ان شاء الله. الله يحفظك سي حسن شكرا جزيلا متابعي قناه هفاس بريس والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.